جهاد معلش انا من شويه انا قلت لك انت في كليه جامعه اسكندريه. اه عشان كده قلت لكم انتوا في اسكندريه فقلت لي لا من منصوره فما فهمتش التركيبه فاهم. هو لا لا هو انا كنت حاجه زي كده منصوره كنت في هندسه المنصوره الاول. عارفين بعض من هندسه المنصوره؟ اه انا وامير كنا بس المنصوره. بعد كده حولت فنون جميله عماره اسكندريه. فضلت انا وامير تواصل يعني امير من اصدقاء عمري يعني ففضلنا على تواصل شويه لحد ما فتره الكورونا يعني بتتقابلوا كتير يعني اقصد مفيش مشكله عندك. السنوات اللي فاتت كان صعب شويه بسبب ضغط الدراسه والله بس فتره الكورونا حاجه برضو يعني حاجه كويسه كده. فتره الكورونا سهلت الموضوع اكتر وبقى مع الدراسه اونلاين ففي وقت شويه ف اشتغلنا على كذا حاجه ودي كانت اخر حاجه عملناها. حلو قوي. طب هل جالكم يعني طبعا الاغنيه انتشرت بشكل كبير قوي الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، هل جالكم تعليقات من مغنيين المهرجان نفسه او حد تواصل معاكم او كده؟ هم ما تواصلوش معانا بس يعني علقوا على الاغنيه كانوا مش فاكر التعليق كان ايه بالظبط بس هم كانوا مبسوطين بيها يقولوا يعني لذيذه قوي او حاجه كده. حلو قوي. طب والتعليقات الناس العاديه بقى؟ والله الناس العاديه في كتير يعني بس المعظم الحمد لله مبسوطين وبيضحكوا الحمد لله. في ناس يعني انا قريت تعليقات احسن من الاغنيه الاصليه وفي ناس حلوين في ناس قالوا ان احنا حبينا اللغه العربيه بسبب الاغنيه. دي حاجه برضو طب والله فكره برضو الناس ممكن توصل للناس يعني ان فعلا يعني نحاول بقى نستغل اللغه العربيه بشكل اكبر يعني من اللي احنا بنقوله دلوقتي بالعاميه قوي ان احنا ممكن ندخلها في الاغاني او ندخلها يعني في يعني انت بذمتك هتعرف تحفظ اغنيه بالشكل ده؟ هي بص هي ممكن في الاول صعبه شويه صعبه كتير بس هي كفايه يعني ممكن لو انت سهلتها بطريقه او بلحن يعني بسيط شويه ممكن ده يخلي الناس ممكن يعني تبقى اللغه العربيه عندها اسهل تحفظ اسهل مع اللحن. في ناس بتمشي طول اليوم في الشقه الهره 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 هي دي اسهل حاجه في الموضوع الهره 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 في حركه مستمره في حركه مستمره هي دي اسهل حاجه بعد كده بقى والله يا جماعه والله احنا جايين نبسط كذا حد يبعت لي يقول لي ما انا سمعتها في توك توك سمعتها في ميكروباص والحاجات دي وكفايه المجانيق لوحدها دي يعني فاهم انت اسم حلو يعني اسم صعب شويه بس يعني في الاخر خالص هو يلفت الانتباه. طيب جالكم تعليقات سلبية من ناحية اللي هو انه ده ممكن يكون فيه استهزاء شوية باللغة العربية او انه ليه تغنوا مثلا كلام او لغة عربية على لحن مهرجان شعبي يعني ايه بقى؟ جيت تعليقات سلبية من اللي هي نفس اللي حضرتك قلتي ده ان هو ايه ده وانتوا بتتريقوا على اللغة وانتوا مش عارف يعني كلام كبير قوي كده والناس محملة الموضوع ان في وراه رسائل وفي وراه جماعه الموضوع بسيط احنا ناس بننبسط لا احنا ناس بننبسط طبعا قله مندسه يعني حاجه بسيطه هو فعلا لا هو يعني مش نسبه كبيره بس في يعني في ناس قالت كده بس دول يعني اكيد فرق غنائيه منافسه حابين يعني غير الفرق جاهليه اخرى لا هو عاجبني ثقتهم وانتوا اساسا يعني عاملين فكره كده اهو يعني هي مش مترتب لها اصلا. طب عامله نسبه مشاهده قد ايه دلوقتي واستماع؟ والله احنا مش عارفين نجمع ده قوي. انا عملت احصائيه. انت عملت احصائيات؟ ايه بقى هي بعد اسبوع على الفيسبوك حوالي 4 مليون توتال الفيوز عند امير وعند كذا حد منزلها على تويتر. اليوتيوب ده قصه طويله على اليوتيوب يعني بتكلم في رينج 200 الف بس في كذا حد واخدها ومنزلها عنده هي الفكره ان هي في مصادر كتير في كل حته فما تعرفش تلمها يعني اتسرقت حاولت يعني اجمع ما بتنزلش باسمنا بس بتوع كل حاجه يعني على انستجرام عامله نص مليون على تويتر عامله برضو حوالي 200 الف يعني لو جمعناهم كده يعملوا رقم حلو 250 الف هي الفكره فيها كمان التفاعل اكتر من المشاهدات يعني انا عندي على الصفحه انا منزل اغنيه عندي على الصفحه اللي انا بنزل عليها بقيه الشغل الحاجات دي عندي مثلا في حاجات في فيديوهات معديه ده باضعافه في المشاهدات لكن دي في التفاعل من اعلى الحاجات اللي حصلت يعني ككومنتس وشير والحاجات انها وصلت لحد فاتفرج وعجبته وشيرها ومنشن الناس وحاجات كده كنت متخيلين ده ومتوقعين ده ان هي ممكن تنتشر انتشار الواسع ده والله يعني واحنا بنصور يعني في الاول الكلام نفسه كان الكلام حلو جميل واحنا بنصور بقى كان الجو شتاء بقى وبتاع فانا ابتديت اقلق قلت احنا هنطلع حاجه كل حاجه بتقول لا كل حاجه ضدنا والاجواء مثيره وبتاع بس سبحان الله الحمد لله لقينا تفاعل كل حصانه كانت تعبانه والله كل حصانه كانت تعبانه وعملت لنا حاجات مش كويسه كل الظروف صعبه وكورونا وحاجه وحاجه صعبه يعني بس الحمد لله يعني ما احنا بنحاول نرفه بقى في الاجواء دي يعني بنحاول ان احنا نخرج من يعني ده اصلا احد العوامل ان احنا بنخرج من حاله مش كويسه ان احنا بنعمل حاجه فور فن اوكي يعني هو هل الهدف انه بس مجرد التسليه ان انتوا تتسلوا في نفس الوقت انه الناس تشوفها حاجه فور فن ولا ممكن بقى يبقى هدف اعمق مثلا ان انتوا عايزين ترتقوا لا مش عاوزين ده اللي الناس قالته بقى ده اللي الناس قالته ان انتوا عايزين ترتقوا وانتوا عايزين تعبتوا في اللغه العربيه بس انتوا اصلا عادي انتوا عاملينها فور فن احنا عاملينها ننبسط فالناس تنبسط فالموضوع سهل مش معقد يعني التمثيل المسرح
بنحب الغنى او الاداء عامه. انا مؤخرا بشتغل في الهندسه الصوتيه، فكنت عايز اجرب وتعلمت حاجات وانا بشتغل اصلا على الاغنيه دي، انا اللي عامل الهندسه الصوتيه بتاعتها، فانا كنت بجرب عشان اعمل حاجه جديده تاخد الشغل في الاخر. بالظبط.